أول الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية وتقلبات الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية، كيف ترى الافتتاحية في تعاملات اليوم وأداء المؤشر مؤشر الدولار؟ أهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي اليوم نشاهد بعض الانخفاض، لكن بشكل عام ارتفع خلال الشهر الماضي. نحن نتحدث عن ارتفاع في 1.17%، ارتفاعات قوية شهدناها على مؤشر الدولار الأمريكي. نتحدث السبب الرئيسي وارتفاع عوائد سدادات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، هذا يعني البدء توقعات ببدء تقليص برنامج شراء الأصول كما ذكر جيروم باول خلال نوفمبر أن يتم تقليص برنامج شراء الأصول. هناك عدة مسببات، ربما التضخم الذي يرتفع في الوقت الحالي. إذا تحدثنا على الكور بي سي الذي يفضله الفدرالي الأمريكي ارتفاعات في 3.6%، نتحدث مؤشر أسعار المستهلكين بارتفاعات بأكثر من 5.3%، فهذا يبقي على التضخم ارتفاع إضافي إلى ارتفاع أسعار السلع، أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي يعني هذا يؤدي انه التضخم مرتفع. ربما هناك يكون تسريع لتقليص برنامج شراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهريا او رفع الفائده في العام المقبل. بالتالي من غير المستبعد ان يبقى الدولار في الاتجاه الصاعد في هذه الفتره. اذا نظرنا الى مؤشر الدولار الامريكي من عام 2015 الى الان هو بين نطاقات ال 90 وال 100 دولار، فهو تقريبا على اتجاه جانبي. نعم. لكن على المدى المتوسط فهو يعني يعتبر حاليا الدولار الامريكي يعني يشهد بالفعل مزيد من الصعود في ظل التوقعات. كما اشرنا نسبه الفرق بين توقعات البنوك المركزيه حول العالم. نعم، يعني تحدثت عن انخفاض في عائد السندات، لكن خلال الاسبوع الحالي نتوقع هناك عده اجتماعات للبنوك المركزيه، وايضا يعني الحديث عن بيانات مهمه لدى الاقتصاد الأمريكي تحديدا بيانات العمل. يعني ماذا نتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع في ظل هذه المعطيات؟ ويعني وهل لا يزال التصريحات من الفيدرالي السابقة تؤثر على أداء ومؤشر الدولار؟ نعم، التصريحات والبيانات الاقتصادية مهمة جدا ولها تأثير بتحركات الفدرالي الأمريكي وأيضا تحركات العملات الأخرى. لدينا اجتماع للبنك المركزي الأسترالي، أيضا البنك المركزي النيوزيلندي. بيانات الوظائف الأمريكية المتوقعة تضيف 500 ألف وظيفة، فإذا كانت الوظائف الأمريكية إيجابية جاءت فهذا سيعطي دفعة لأن يبدأ الفدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء الأصول. العكس صحيح، ونحن نعلم أنه عدة عملات أخرى مرتبطة باليورو، شكل اليورو مثلا 57.6% من مؤشر الدولار الأمريكي. نتحدث عن الين الياباني 16.6% بشكل مؤشر الدولار الأمريكي. فيعني فهو الفرق بين البنوك المركزية وتوقعاتها. إذا نظرنا إلى البنك المركزي الياباني ربما سيكون هناك تمهل، وأيضا لمنطقة اليورو بأي توقعات لتقليص التحفيزات، على عكس البنوك الأخرى مثل البنك المركزي الأسترالي الذي بدأ بالفعل بتقليص برامج التحفيز. ونحن لا نتوقع أن يكون هناك يعني ربما يعني سيحافظ، سننظر إلى ما توقعاته المستقبلية، لكن لا يوجد أي حديث بالنسبة لتوقعات البنك المركزي الأسترالي بأن يكون هناك رفع أسعار الفائدة. لكن سنترقب، وأي إشارات بتقليص سياسة التحفيز سيكون له تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي. بالنسبة للدولار النيوزيلندي متوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة، فإذا بالفعل تم هذا القرار فإنه سيكون له تأثير بالطبع. نعم. إيجابي على الدولار النيوزيلندي. نعم، يعني بالحديث عن التأثيرات لاحظنا خلال الفترة الماضية تأثيرات قضية إيفرغراند على أداء مؤشر الدولار، هل لا يزال هذا التأثير أو نفسية المستثمرين في أسواق العملات تتأثر بالقضية إيفرغراند؟ قضية إيفرغراند هي قضية وبالفعل تأثرت يعني الأسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الأسهم، وأيضا بهذه القضية لأن حجم ديون إيفرغراند تقريبا نحن نتحدث عن 300 مليار دولار سداد ديون. هناك الآن تم توقيف سهم إيفرغراند، ونحن نعلم أن السوق الصينية مغلقة حتى يوم الجمعة في هذا الأسبوع. نعم. طبعا أسهم إيفرغراند موجودة في هونغ كونغ، تم توقيف
توقيف هذا السهم. هناك حديث عن بيع ذراع يعني قيمة 5 مليارات دولار، يعني ستتم شركة عقارية الاستحواذ على إيفرغراند. فبالتالي هناك بالفعل مخاوف أنه كان لها هذه الأزمة أو أزمة إيفرغراند، بما أنها ثاني أكبر شركات تطوير عقاري في الصين، والصين تعتبر من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فكانت المخاوف من تأثير تلك الأزمة وتحولها إلى أزمة مالية حقيقية حول العالم، فأدت فعلا تأثرت أسواق الأسهم بشكل كبير، وربما كان لها تأثير للدولار الأمريكي طبعا بهذه قضية إيفرغراند. نعم أستاذة لينا، ماذا عن اليورو؟ لاحظنا خلال الفترة الماضية هناك ضغوطات كبيرة يعني على اليورو مقابل الدولار، هل لا تزال هذه الضغوطات تسيطر على أداء اليورو؟ ماذا نتوقع لأدائه خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ بالنسبة إلى اليورو يعني نلاحظ يعني بعض الارتفاعات الطفيفة اليوم، لكن نحن نعلم أن التضخم بأوروبا تقريبا نتحدث عن 3%، يشكل اليورو من مؤشر دولار 57.6. تأثير الدولار الأمريكي له تأثير مباشر على حركة اليورو بما أنها عملات مرتبطة بمؤشر الدولار الأمريكي، فبالتالي يعني ما زلنا نتوقع أنه المزيد يعني بعض التذبذب في هذه الفترة لحين ظهور بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية ستعطينا الصورة أوضح عن توجهات اليورو، خاصة نحن في بداية أسبوع. فربما يعني إذا تحدثنا إلى الآن الاتجاهات توحي لنا أن الاتجاهات يعني على المدى ربما هبوطية، لكن القرار الحاسم سيكون عند ظهور البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، خاصة بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية. نعم. يوم الجمعة. نعم، يعني نريد الذهاب للحديث قليلا عن أسعار النفط العالمية، يعني نتوقع اجتماعات مرتقبة لأوبيك بلس خلال الفترة المقبلة، كيف من المتوقع أن تؤثر على أسعار النفط وتحديدا سعر خام برنت؟ نعم، أسعار اجتماع أوبك بلس من الاجتماعات المهمة التي نراقبها اليوم، حيث قررت أوبك بلس في الفترة الماضية برفع الإنتاج ب 400 ألف برميل يوميا في ظل تنامي الطلب العالمي على النفط، لكن بعد المتحور دلتا أو متحور فيروس دلتا الذي أثار الضجة مرة ثانية، فكان يعني سبب يعني هذا نوعا ما يعني أصبحت هذه الزيادة من قبل أوبك بلس تعتبر كبيرة، لكن أثار أيضا تسبب في تعطل الإمدادات وسبب ارتفاعات لأسعار النفط، وأيضا مشاكل سلاسل التوريد سببت ارتفاعات لأسعار النفط. فبالتالي الآن متوقع أن من خلال اجتماع أوبك بلس الالتزام بما هو عليه ب 400 ألف برميل يوميا. هل سيكون طلب من أعضاء أوبك بلس أن يكون هناك رفع للإنتاج أكبر من ذلك؟ فأتوقع أنه الآن بهذه الفترة الزيادة التي تطفرها أوبك بلس ب 400 ألف برميل يوميا تعتبر يعني منطقية نسبيا، ولن تكون تشكل ضغط كبير على أسعار النفط إلى أن تنتهي طبعا عودة سلاسل التوريد، وربما نشاهد بعض الضغوطات، لكن على المدى المتوسط والطويل ارتفاعات أسعار النفط واردة، وربما نصل إلى مستويات 90 دولار بسبب التعافي الاقتصادي والفتح الاقتصادي بشكل كامل. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا. We'll be right back.